سعره 6 مليون يورو، 6 مليون يورو، وكما ذكرت يعني الغالي ثمنه فيه. ضربة جزاء، ضربة جزاء ثانية للشرجاوية، ضربة جزاء ثانية للشرجاوية. إيغور كورنادو، كورنادو عند هدف في مرمى الظفرة، يتقدم الآن، يتقدم الآن، جول! هدف شرجاوي ثاني. الشارجة يضرب بقوة، والعنبري حتى الآن عادت مدرجات الملك، عادت الابتسامة للإماراتي الباسمة، ابتسامة نعم مرة أخرى. هذه ضربة الجزاء هو اللي صنعها وتسبب فيها، هو اللي تقدم بعد ذلك. ضربتي جزاء، يا لها من بداية، يا لها من بداية، بداية مرعبة جدا للفريق الشرجاوي. 4 أهداف نظيفة في مرمى الظفرة، وهدفين حتى الآن في مرمى النصر، وبالتالي عنده من النقاط 6 نقاط كاملة، وعنده من الأهداف 6 أهداف كاملة، وشباكة لا زالت نظيفة.